السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا في سؤال في بالك، تريد تعرف معمارية اللينكس فايل سيستمز كيف يتم ترتيبها وكيف اتفاهم معها. طبعا انت ممكن انه يجوز انه سبقتني ودخلت الكمبيوتر، لاحظت كل هاي الفايلات الغريبة، شنو هذا وشنو شغل كل واحد منها. اليوم راح نعطيك فكرة، في اللينكس مثل اي نظام هو عنده الفايل سيستم هايراركي ستاندرد بمعنى FHS. اذا ما عندك اي معلومة عن FHS وتحب تطلع عليها ممكن انه تزور هذا الموقع فايل سيستم هايراركي ستاندرد اللي هو على www.pathname.com/FHS فايل سيستم هايراركي ستاندرد اللي يشرح لك عن المعمارية النظام. هاي بالنسبة للناس اللي تحب تاخذ فكرة عنها. طبعا الأنظمة المتشابهة لليونكس سيستم حتكون بهذا الطريقة معمولة. الفكرة من هذا انه راح يعمل لك شرح للوكيشن، يعني اللوكيشن اللي انت تذهب الى عن طريق الفايل سيستم هايراركي ستاندرد الاف اتش اس. اولا انه انت ممكن تعمل ديسكرايب للوكيشنز، انه انت ممكن توضح اللوكيشنز في نظامك، اضف الى ذلك انه انت ممكن تتحكم بالتراخيص، زائدا الفايل نيمز ممكن انه انت تعرضه بكثير من اشكال مثل ما راح نشوف. فاذا حبيت انه تاخذ فكرة اكثر عن الفايل سيستم هايراركي ستاندرد ممكن تزور هذا الموقع. لو نجي على لينكس نفسها، احنا نظامنا في دورة، خلينا نشوف في دورة شنو اللي يحتويها. ارجع للتيرمينال، في التيرمينال clear اجي اكتب الكوماند. طبعا ما اريدك تنتبه للكوماند، هي مجرد tree يعرض لي بشكل الشجرة الملفات الموجودة minus c minus l minus او 1 slash. زين راح الاحظ المعمارية اللي يتكون من عندها لينكس معظمهم متشابهة او كلهم اكاد اجزاء منها تكون متشابهة، عسى ان ما اكون مخطئ. بس كفيدورا لو نجي نشوف انه معمارية الحاسبة تتكون او معمارية النظام تتكون من هذه الاشياء. طبعا اول شيء اللي هو الروت، هذا الشارحة المائلة، هذا هو الروت. الروت هي اعلى ليفل، اعلى مستوى من المعمارية، اعلى شيء اللي يحتوي على هاي الفولدرات والملفات. عندك البين اللي هو يوزر بين. البين هو عبارة عن الكوماند باينريز سيميلينك، اي بمعنى انه هو يشبه الفولدر لكن هو مو فولدر حقيقي، هو فولدر يحتوي على مجموعة لينكات من فولدرات الاخرى فيظهر لك بشكل فولدر يحتوي على ملفات، والا هو فولدر وهمي ويحتوي على شنو؟ يحتوي على كل الكوماندات الباينري اللي موجودة فيها مثل الجريب AWK وإلى آخره. عندك البوت، البوت مهم جدا أيضا. البوت يحتوي على البوت لودر اللي حمل عن طريق النظام، وكذلك يحتوي على الكيرنل. عندك الديف، الديف يحتوي على الهاردوير، أشياء الهاردوير منها السيستم ديفايسز منها الديسك وإلى آخره. عندك الETC، الETC مهم جدا جدا لانه يحتوي على الكونفيجريشن مال السيستم بيكون في داخله. الهوم احنا مرينا عليها واخذنا فكره، يوزر هوم دايركتوري يحتوي على شنو؟ يحتوي على حسابات المستخدم وكل مستخدم يكون عنده هوم خاص بي. عندك اللاب او اليوزر لاب، اللاب هي عباره عن اللايبرري اللي موجوده في السيستم لايبريز، بمعنى المكاتب اللي توفرها السيستم لك. الميديا اوكي ليب 64 نفس الحالة. زين يجي شيء اخر اللي هو lost and found. lost and found كل partition عنده lost و found، ودائما يكون lost found هي او بالفولدرات الموجودة في الهارد بتكون هي الاعلى شيء. الفائدة من عنده انه يحفظ مجموعة، يعني يحفظ الملفات في حالة الفيلور، يعني اذا صار عندك انهيار في الهارد او مثلا صارت مشكلة بالهارد وانت فرمتها lost and found تقدر تستفاد من عنده وانه تسترجع من عند الملفات.
هاي فكرة اللوست اند فاوند. وراح يجي الميديا. الميديا هي الماونت بوينت اللي عن طريقه انت تقوم برمط رمط عن طريقه تقوم بعمليه ربط الريموفبل ميديا منها الفلاش ميموري والى اخره، ترتبط عن طريق هذا الفولدر او هذا الباث. عندك نوع، عندك شيء اخر اللي هو الام ان تي. الام ان تي هو الستاندرد لكلمه الماونت بوينت. فانت انه للاكسترنال فايل سيستم، يعني مثلا السي دي روم، عندك ديجيتال كاميرا، كلها تنخزن في الام ان تي. خلونا نشوف الوقت قبل ان نعبر على موضوع اخر. 5 minutes، نوقف ونكمل الدرس القادم. مع السلامه.